السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتعلم طريقة مسح الصديق وإرجاع الصديق في السناب شات. أولا نقوم بفتح التطبيق، ثم بالذهاب إلى قائمة الصداقة أو قائمة الأصدقاء، ثم باختيار الصديق وعمل عليه مسح الصديق. يجب أن يكون هذا الصديق صديقنا، أي قمنا بإضافته عمل added. نقوم بالذهاب إلى سيتينج ثم ريموف فريند، نقوم بالنقر على يس. الآن قمنا بمسح هذا الصديق، وإذا نرغب بإرجاعه نقوم بالبحث عن اليوزر نيم الخاص به.